لماذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم على البطن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نوم البطن: إنها ضجعة أهل النار، وقال: إنها ضجعة يبغضها الله عز وجل. وقد أثبت الطب الحديث أن النوم على الشق الأيمن هو الأفضل في تحقيق السكن الصحي والجسدي للنائم. ما هي مضار النوم على البطن وعلى الشق الأيسر؟ القلب حينئذ يقع تحت ضغط الرئة اليمنى والتي هي أكبر من اليسرى، مما يؤثر في وظيفته ويقلل نشاطه، وخاصة عند المسنين. تضغط المعدة الممتلئة عليه فتزيد الضغط على القلب والكبد. يبقى الكبد الذي هو أثقل الأحشاء غير ثابت، بل معلقًا بأربطة وهو موجود على الجانب الأيمن، فيضغط على القلب وعلى المعدة مما يؤخر إفراغها. وقد أثبتت التجارب التي أجراها غالتي بوتسي إن مرور الطعام من المعدة إلى الأمعاء يتم في فترة تتراوح بين 2.5 إلى 4.5 ساعة إذا كان النائم على الجانب الأيمن، ولا يتم ذلك إلا في 8.5 ساعة إذا كان على جنبه الأيسر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. ما هي مضار النوم على الظهر؟ التسبب التنفس الفموي، لأن الفم ينفتح عند الاستلقاء على الظهر لاسترخاء الفك السفلي، والتنفس من الفم يعرض صاحبه لكثرة الإصابة بنزلات البرد والزكام في الشتاء، كما يسبب جفاف اللثة ومن ثم التهابها الجفافي، كما أنه يثير حالات كاملة من فرط التصنع أو الضخامة اللثوية. عند النوم على الظهر أيضا، فإن شراع الحنك واللهات يعارضان فرجان الخيشوم ويعيقان مجرى التنفس، فيكثر الغطيط والشخير. يستيقظ المتنفس من فمه ولسانه مغطى بطبقة بيضاء غير اعتيادية إلى جانب رائحة فم كريهة. هذه الوضعية غير مناسبة للعمود الفقري، لأنه ليس مستقيما، وإنما يحتوي على انثناءين رقبي وقطني. تؤدي هذه وضعية النوم عند الأطفال إلى تفلطح الرأس إذا اعتادها لفترة طويلة. هذه هي أسرار النوم على الشق الأيمن. إن الرئة اليسرى أصغر من اليمنى، فيكون القلب أخف حملا، وتكون الكبد مستقرة لا معلقة، والمعدة جاثمة فوقها بكل راحتها. هذه الوضعية أسهل لإفراغ ما بداخل المعدة من طعام بعد هضمه. النوم على الشق الأيمن من أروع الإجراءات الطبية التي تسهل وظيفة القصبات الرئوية اليسرى في سرعة طرحها لإفرازاتها المخاطية. كما أثبتت بعض الدراسات أن توسد اليد اليمنى من الجانب الأيمن للدماغ يؤدي إلى إحداث سلسلة من الذبذبات يتم من خلالها تفريغ الدماغ من الشحنات الزائدة والضارة، مما يؤدي إلى الاسترخاء المناسب لنوم مثالي.